طبعاً أحب أشكرك على يعني إتاحة الفرصة لي إن أنا أوضح بعض الأمور، وأشكر حتى الأخ اللي طلع بالفيديو، لأنه يعني كان القصد من الموضوع هو إظهار بعض المعاناة اللي يعانيها بعض الأخوان من أولياء الأمور مع عيالهم. كل يوم كسر لي واحد حرام ما يعرف. طبعاً دائماً أوضح أخت بيبي إن في البداية الأمور لم تكن واضحة، يعني أنت عارفة جينا على وباء غير معروف بالعالم كله، يعني إحنا هذه كارثة وبائية الآن، يعني لا سمح الله الطفل المعاق ذهنياً قد يتعرض لنوبات في البيت، لكن هذه النوبات أهون من أنه يطلع برا ويتعرض لا سمح الله للموت. كهيئة كامرأة وكأم أيضاً أتعاطف جداً مع الكلام اللي قالوه، وهذا ليس فقط مني أنا ولكن أيضاً من معالي وزيرة الشؤون السيدة مريم العقيل، مهتمة شخصياً في هذا الأمر بنفسها. الأهم اللي إحنا نبي نقوله الحين حالياً أن طلع كتاب لمعالي وزير الداخلية بأن يسمح للأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة والشديدة بأن يكون لهم يطلعون مع عيالهم متى ما يبون، سواء بالليل أو أي وقت كان، لأن هذه النوبة تيب أي وقت. يعني الشيء الثاني هو الآن والأهم إحنا قاعدين نبحث عن يعني إن فعلا نبدأ نفتح هذه المراكز التأهيلية والمؤسسات للأبناء من ذوي الإعاقة الشديدة اللي عندهم يعني الحالة العصبية والعدوانية، وخاصة إن إحنا ما نبيهم بس يكون الحل إن ينعطون أدوية وأدوية وأدوية وبالتالي هذا مو الحل. فالانفتاح هذا الآن أصبح ملح، والهيئة تدفع بهذا الأمر، وأنا عندي لقاء مع معالي الوزيرة باكر لبحث هذا الأمر. راح يرفع كتاب لمجلس الوزراء بهذا الأمر أن يتم السماح لنا بفتح هذه المؤسسات والمراكز. كان في بعض الإخوان يطلبون كراسي من شركات معينة، يعني ييني يقول لي لا أنا أبي كرسي من هذه الشركة، وهذا يعني شرحنا مرارا وتكرارا ان احنا دولة مؤسسات ودولة يعني قوانين ولوائح تحدنا في كل الامور هذه. يعني انا ان اي اقول حق مثلا شخص يبي كرسي معين قد لا يكون هذا الكرسي من هذه الشركة اقل الاسعار، ولا يمكن في الدولة. وخاطبنا على فكرة، يعني انا خاطبت المالية وخاطبت الفتوى والتشريع، انزين ان يا جماعة هل اقدر انا يعني تعطوني استثناء من هذا الشيء؟ قالوا مستحيل. شيء ثاني، احيانا يطلب شيء من كرسي يكون اصلا مو متوافق مع المواصفات. فيعني اذا انا عندي لجان فنيه تنظر وتقول ان هذا الوصف او هذه المواصفات اللي تناسب هذا المعاق، انا ما اقدر يعني اخلاقيا وحسب القسم اللي اقسمناه ما نقدر نخالف الشيء الفني. يعني انا من واجبي ان انا احمي المعاق. فوصلنا إلى أن بالقانون الجديد يعني راح نسمح بأن نعطي مبالغ مالية للمعاق أو أنه هو يدفع الفارق. الآن نيجي على مرحلة الحظر. لما صار الحظر حنا من الجهات بيبي اللي ما طلبت منه مجلس الوزراء ما حطها بالجهات اللي لازم تعمل، يعني حط الداخلية والصحة، لكن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لم تكن. على الرغم من هذا إحنا اشتغلنا واشتغلنا على أكثر من مستوى. بالنسبة للكراسي، يعني الكراسي لا يمكن أن يتحقق في اللجان مالتها التباعد الاجتماعي، لأن أي المعاق والشركات وأكثر من شركة وأكثر من كرسي، والشركات يعني لازم على الأقل شخص يكون موجود إذا مو شخصين. فتحقيق التباعد هذا الاجتماعي كان صعب في البداية. على الرغم من هذا حصرنا أعداد الكراسي الموجودة، لقينا فيه 73 كرسي موجود في مخازن الهيئة. قلنا ما يخالف خلنا نوزعهم على مسؤوليتنا. فقط 10 اللي قبلوا النيون، فقط 10 وزعناهم، الباقيين قالوا لا إحنا حظر وما أعرف إيش وما رح نيجي وإلى آخره.